المكتبة الناصرية الساعة 3 ظهرا من قلب مستشفى الإمام الحسين التعليمي. هكذا أصبحت أزمة الأكسجين، هكذا أصبحت أزمة الأكسجين، هكذا أصبحت أزمة الأكسجين. لا خلية أزمة ولا قزمة ولا حكومات للفساد والإفلاس. هنا المدينة ترسم خارطة الطريق والقوة، هنا العطاء، هنا الإنسانية، هنا القوة، هنا الشجاعة، هنا البطولة لأبناء المدينة فقط، أبناء المدينة فقط. لا محافظ، لا وزير، لا حكومة، لا أزمة ولا قزمة، فقط أبناء المدينة، فقط أبناء المدينة. هكذا أصبحت المدينة. هذه أزمة الأكسجين. وين؟ وين يقول؟ وينهم المنظومة؟ وين هالمنظومة؟ وين صهاريج الفساد والإفلاس؟ وينها؟ وين الكويت يقول جبت من الكويت؟ جبت من إيران؟ جبت من تركيا؟ هاي أزمة الأكسجين. ديب وشباب، نساء ورجال يتقاتلون من أجل الحصول على قنينة أكسجين إلى مرضاهم. الله أكبر على رؤوسكم.